صراحة الجيمز وقتها جديد في مو في 18 توقعات العرض الرويال رامبل اللي راح يكون يوم الأحد اللي غدا. طبعا حاليا رجع الحمد لله برنامج المونتاج حاولت زي كده في النهاية ضبط طريقة فانت احتمال على موضوع ذا المقطع تشوفونه يوم السبت بإذن الله. يوم الأحد في مقطع انتقالات بإذن الواحد الأحد. فخلينا يلا نخش على عرض الرويال رامبل. بس قبلها حطيت لكم حساب في الانستغرام في 17 نقطة كريم. اللي عنده اقتراح اللي عنده أي شيء يبغى يتواصل معي يبغى نشر أي شيء يجي يتكلمني هناك. فعبرون على الجودة اللي بدأت المقطع راح يكون كذا لأن ما راح نعرض لكم صور وفيديوهات ما يحتاج عشان الكوبرات ومدريش. خلينا نخش في الكيكوف. طبعا تم العرض رسميا في مباراة الكروزر ويت فريق كاليست ومع لينس دورادو وقران متليك على الموضوع ضد توني نيس ودروغولاك واريا ديفالي. اتوقع فريق دروغولاك راح يفوز هذا توقع دي مباراة ومباراة سامة ما منها فادي بس تعبية الكيكوف. مباراة ثانية مباراة كويسة راح تكون بين فريق ذا كلوب واللي اسمه او الاخو الصالحون ضد ذا ريفايفل. مباراة والله شوف متوسطة بس توقع لها ذا كلوب. اتوقع ذا كلوب بيفوزون في المباراة او الاخو الصالحون ما ادري بس كذا توقع ذي المباراة ذا كلوب. نروح المباراة اللي بعدها اللي راح تكون التحدي المفتوح على لقب الولايات المتحدة اللي راح يلعبوا برود. اتوقع اللي راح يقبل التحدي مو بدولف زيجلر. انا اتوقع دولف زيجلر راح يدخل في مباراة الرويال رامبل بس التحدي المفتوح اتوقع والله يمكن دولف زيجلر صح دولف زيجلر ما ادري لان ما اتوقع في احد مصارعين جندر مهول. اتوقع جندر مهول راح يقبل التحدي. في حال قبول التحدي توقع بوبي رود راح يستمر كبطل. خش على العرض الرئيسي. خلينا نذكركم في المباراة اللي في العرض الرئيسي ذا اوسس ضد تشيلتي البدي وتشاد جيبل كذبتين من اصل ثلاثة. بعدين شمس سيزارو او ذا بار ضد سترونز وجيسي جورد على لقب الرو تاكتيم حتى اللي قبله على لقب سماك داون تاكتيم. وعندنا ايضا لقب العالم مباراة هانديكاب الاستثنائي ايجي ستايلز ضد كيفن اوينز وسامي زين او زي ما قال ايجي ستايلز في عرض الرو الاخير كامي. وبعدين عندنا مباراة على لقب اليونيفرسال مباراة كبيرة ومنتظرة راح تكون بين برون سترومان او مباراة تهديف ثلاثة تريبل ثلاثة برون سترومان ضد كين ضد بروك ليزنر. وايضا عندنا 30 مباراة الرب النسائية 30 حرمة. بعدين عندها 30 مباراة رامب الرجالية 30 ردة. فخلينا نخش على أول مباراة اللي هي ذا أوسز ضد تلت البدو متحد قيمة. أتوقع راح يفوزون في المباراة ذا أوسز. طب هذا رئيس راح تقول لكم راح أقول لكم مين أتوقع ومين أتمنى. في المباراة أتمنى الصراحة ذا أوسز بس حس راح دبدب ليه يعطون الدفعة لتلت البدو من تشاد قيمة. هذا توقعي بس اتمنى ذا اوسس. المباراه اللي بعدها شمس سيزارو ضد سترونز جيسون جوردن. والله الصراحه عداوه بايخه من يوم بدايه سمر سلام لين الحين سترونز عداوته مع شمس سيزارو ما تنتهي خلاص مشنا حطوا ذا كلوب على قيل على قل اي فريق. فتوقع لها شمس سيزارو واتمنى شمس سيزارو وتنتهي العداوه خلاص نفتك منه. اتوقع انه راح تصير يعني مشكله بين جيسون جوردن سترونز راح تسبب الخساره هذا السيناريو المتوقع. نروح المباراة اللي بعدها واللي هي مباراة لقب العالم بين الاستثنائي اي جي ستايلز ضد كيفن اونز وسامي زين. طيب مباراة كبيرة وشفنا من افضل عداوات واتوقع راح تستمر ذي العداوة حتى الرسلمينيا. بعدين ممكن تشوف الفصال بين كيفن اونز وسامي زين. في حال طبعا فوز كيفن اونز وسامي زين فراح يصبحون كوت شامبيون. شوف والله ذي المباراة الصراحة انا اشجع الستايلز بكل صراحه اقول لكم بس اتمنى كيفن اونز وسامي زين لسبب واحد بس تسمع عشان الكوت تشامبيونز اول مره يصير عندنا يعني بطوله العالم يحملها بطلين يحملها مصارعين تصير يمكن زي التكتيف هذا شيء كبير لو صارت. مع ان برضه اتمنى الستايلز والله مباراه اللي يفوز فيها انا راح اكون راضي مين ما يكون بس اتوقع الستايلز اتوقع شين ماكمان بيسوي شيء وما راح يفوزوا كيفن اونز وسامي زين. بس زي ما قلت لكم توقع ستارز واتمنى اللي بتصير انا راضي.
بعدين عندنا مباراة على لقب اليونيفرسال سترومان ضد ليزنر ضد كين. بكل صراحة أقول لكم والله أتمنى سترومان يفوز صراحة بعد ذا التضخيم الكبير سترومان يحط مشتحنات يرمي حق المبنى ذاك اللي فوق كل شيء ويكسر الطاولة على بروك ليزنر ويجري كين كل أسبوع وودي بروك ليزنر مرتين إسعاف مرة في سامر سلام ومرة قبل 3 أسابيع على ما أظن. فحرام برون سترومان بعد ذا كل التضخيم ما ياخذ البطولة. أتمنى برون سترومان حتى لو ما يثبت بروك ليزنر يثبت كين كان المفروض ما يفوز في المباراة. أتمنى الصراحة كل صراحة سترومان وأتوقع بروك ليزنر حتى بروك ليزنر ما توقع يهزم سترومان لا توقع راح يثبت كين عشان سترومان ما يبغى يعني بعد ذا كله يفشل لا عشان يقدر يشارك في المناشد شابر. الصراحة ظلم والله ظلم والله ظلم لو إنه شو اسمه سترومان ما أخذ البطولة. فانتهينا حاليا من الأربع مباريات العادية نخش على المباراتين الباقي مباراتين تقليديتين رويال رامبل. مباراة النساء ما راح أتكلم فيها كثير لأنه الصراحة ما أتابع قسم الديفا أو الومنز أو السيدات اللي تقولونه لكن أتوقع يمكن أتوقع آسكا حس آسكا راح تفوز لا ما توقع ما أدري فيه احتمال ما تفوز أحس بعد ذات التضخيم كله ما راح تفوز يعني هم ضخمين ومدري إيش وتوقع روندا روزي بتدخل ما أدري سمعت أخبارنا في حساب الانستغرام أنها نفت مشاركتها بس أنا حسها كذابة وبتشارك هي اللي بتفوز. فخلاص هذا توقع ذي المباراة ما همت المباراة الصراحة والصراحة وقتها راح أسحب عليها. فيعني بالذرة هذه حضرنا العرض إذا الله أحيانا وحياكم نروح الأهم مباراة في العرض كل صراحة أهم مباراة عندي في العرض ذي المباراة واللي هي 30 رجل رويال رامبل مباراة رويال رامبل. راح أذكر لكم المصارعين اللي أتذكرهم من المشاركين في مصارعين كثير راح يشاركون ما لهم فائدة. عندنا تم الإعلان بشكل رسمي طبعا انضمام روبن رينز إلى المباراة أعلن. خليني أذكركم بمصارعين المشاركين ألايس جون سينا تايت سونيل وأبو الكروز وجون سينا دقيقة وش اسمه ألايس وفين بالر وشنسكي ناكامورا وريندي أورتن وذا نيو داي وروسف داي وتا ديلينجر ومن في والله نسيت تبون الصدق الصراحة وبارون كوربين ومن في من عرض الرو في مصارعين بس نسيت مشكلة من عرض الرو والله نسيت واحتمال مشاركة إيثي ثري أو إيثن كارتر اللي كان في نكستي قبل كم سنة بعدين راح تي إن إيه وانتهى عقده وودع الجمهور احتمال شارك ذي المباراة. راح أقول لكم توقعات بعض الأرقام بعدين أقول لكم من أتمنى ومن أتوقع. أتوقع رقم واحد راح يفتتح العرض ألايس أتوقع المباراة راح يفتتحها ألايس دميزي راح يشارك في العرض نسيت دميزي ألايس راح يفتتح المباراة أتوقع كرقم واحد. رقم 10 أتوقع تاد ديلندر. رقم 17 أتوقع روم رينز. رقم 21 أتوقع جون سينا. بقول لكم كذا أرقام متنوعة. أتوقع رقم 2 يمكن تصير مفاجأة ويدخل كريس جيركو في المباراة برضو خش على لايس. ورقم 30 أتوقع دين البراين أو شنسكين أو دين البراين أو دولف زيجلر أو أندرتيكر أو اللي ما أتوقع أحد يتوقع ذا الشيء سيام بانك. أتوقع اللي راح يفوز في ذي المباراة المضخم يعني اعذروني صراحة رومن رينز جيد وصارع كويس عنده أداء في المايك متوسط لكن دبليو دبليو مضخمين كل سنة يأخذ رويال رامبل كل سنة يتصدر يعني اعذروني تشجيع رومن رينز بس ما ودي رومن رينز يفوز فيها بس أتوقع رومن رينز هو اللي راح يأخذها. ومنياتي
شينسكي ناكامورا لسبب واحد بس، عشان يلعب قدام ايدي ستايلز في الحدث الرئيسي في راس المينيا. لكن السبب اذا ايدي ستايلز مو اللي راح يشارك في الحدث الرئيسي فما اتمنى ناكامورا. عندنا ايضا اتوقع او اتمنى دانيال براين يرجع، واتمنى سي ام بانك يرجع، واتمنى ايضا بس هذول الثلاثة اللي ودي. فانتوا اكتبوا لي توقعاتكم، باذن الله احتمال التوقع الصحيح يمكن احطه في مقطع من المقاطع الجاية. فبس اذا تبون تستمر في سلسلة التوقعات للعروض الشهرية القادمة خلينا نشوف دعمكم على هذا المقطع. كان معك فايس جيمز، اتمنى المقطع عجبكم، مع السلامة.